السلام عليكم بنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. شوفوا شكون معايا. كوكو كبيدات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبحوال جيدة ان شاء الله. المهم شكون اللي معايا؟ كبيدة سارة. شوفوا اختي شنو مجدي لينا، تبارك الله وصلنا. شفتي يا مول الخير اختي، مولات الخير اختي صراحه، هاد البنت بزاف غزاله. الله يخليك الله يحفظك تنتيا غزاله تبارك الله. شوف لي واش قلت لك، كتبه قالت لي مباشره كتباني كتبان صغيره وظريفه. كنبان قالت لي صغيره وظريفه. مستريسيه البنات بزاف، هاد البنت شوفوا وقع سوء تفاهم، ولكن هي اللي جبدان. أنا اللي جبتك، غنشدك غنتفك. هي اللي جبداتني، بدا أنا رديت عليك أختي، ولا أختي فمك يقرصني. ولكن شوفوا عرفت واحد الدرية اللي عسل 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 بزاف، ظريفة وبنت الدار الكبيرة. أجي نوريكم واحد الفنون، تعالوا شوفوا 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 واحد الزين، شوفوا ما شاء الله. يلا سالا لايف، كان لايف نايضة. شوفوا البنات، هاد السيدة هادي البنات أقسم بالله إلى أطيب خلق الله، وظل مع الكاميرا بزاف مباشرة فينا بنينا كده مباشرة. لا غزالة ما شاء الله، والله والله يعمرها دار البنات، قسم بالله الله يعمرها دار ما شاء الله غزاله، والاداب والصواب. انا واخا كتبان امراه حديديه وصارمه، ولكن حلوه ظريفه ظريفه. حنا 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 في الواقع، حنا في العمل كنلبسوا واحد ماسك، شخصيه ماشي هي شخصيتك. في الواقع راه كنبقى مراه، وانا مع المراه ظالمه او مظلومه. كنحبكم الله يخطيك الله يحفظك. المهم اختي سارة مرحبا بك، بارك الله فيك، مرحبا الف مرحبا. البنات شوفوا صراحه كبروا بيا، رحبوا بيا. الغلط كي وقع، واخا انا كما قلت لها، قلت لها انايا سمحي لي بزاف الا غلطت في حق، واخا حتى هي غلطنا في حق بعضياتنا، بجوجنا غلطنا في حق بعض. فيديو واحد كنقول بانني في سرطان، يدك طويله عليا عرفتي اش قالت لي مسكينه؟ قالت لي ما جاوبتني واحد، انا قالت لي راك ما قلتيش سرطان، وواحد شويه وتقول لي دري ما نكذبش عليكم. قلت لي دريتيني وكلشي موت. عندها شوف كبر لي شعره الحمد لله. شفتي الحجبان؟ انا فرحانه بحجباني اللي كان طاحوا لي حجباني. كدابا الحمد لله، كل الحمد لله. انا ما كنتش عارفه فيها، كانت مرات من هذيك المرضى ودازت عليها الحمد لله سالمه، ولكن نعسات. ولكن كما قلت لها، قلت لها انا ما قلتش لك هذه الهضره، غلطنا في بعضياتنا هي اللي جبداتني انا تعيب الله. بديت كندير شوف باغي نشوف واحد المراه كبيره كبيره، والله ماشي كبيره، مرزنه خاتره الله يعمرها دار، حلوه معسله الاداب. لا فيديو عادي، فيديو. شوفوا البنات كلكم دخلوا تابوناو عند خالتي وعند فاتي وديما دعموهم. شوفوا السيده وحق الله العظيم، ديما البنات دخلوا عندهم وشوفوهم ودعموهم. سلمي عليهم البنات، قولي مرحبا بك عندك. السلام عليكم المشاهدين ديال سارة مو السعدية، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي نحطهم لكم في اول تعليق البنات، حيت كبروا بيا. شوفوا خالتي شنو تعذبت، شوفوا شنو مريم تليفون، شوفوا البطبوط، شوفوا حريشه، شوفوا هادشي الملاوي، شوفوا البنات القرص. الصراحه العواصر الشكيلات اتن كبروا بينا وغطاو السعديه. ما قلنا لكم حتى شي حاجه، ولا مي سعديه نعسات مسكينه. وحق الله العظيم وخالتي راتني يعني. سمحي لي بزاف الا سمعتي شي كلمه ما عجباتكش، راه حنا خوت في الاسلام. بارك الله فيك والله العظيم. بنادم سامح دائما يكون قلبه مسامح باش يمشي عند الله. وغزالين البنات شوفوا الهضره كي سمعتوا فاتي شنو قالت لي، انا غلطت وانت غلطتي وغلطنا يعني واحد الناس ماشي ديال الصداع ومشي ديال المشاكل، وانا كنت جايه وخايفه منهم. عرفتي وقالت لي علاش ما جبتيش معاك ماما؟ والله العظيم المره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله غنعرض عليك وجي مرحبا بك والله. وهي فاطمه مون كبيدات اللي في قناة سارة مو السعدية، تقول لي كل يوم يدخل. المهم دخلوا القناة ديال فاتي صوفيا المهم ديالي أنا وراجلي، وكان القناة ديال ماما اللي هي فاتي مريم، وكان القناة ديالي أنا والزوج ديالي هو فاتي هو صوفيا. أول مرة شافت صوفيا قالت لي واش هذا راجلك هذا؟ لأن راجلي كيبان صغير، أنا وياه كنبانو صغار، لأن سفيان عنده 25 عام وأنا عندي 23 عام. باقين صغيورين، باقين صغار. أجا سفيان،
سفيان اجي ان شاء الله خير عليك اجي السلام عليكم. باقي صغيورين فريخات البنات. باقي صغيورين صغيورين البنات. مباشرة كيبانو صغار مازال في التليفون كيبانو كبار. المهم بنات كما قلت لكم مرحبا كاع اللي كيبغي شرا قناة شرا مي سعدية يدخلوا عندي دايره فاتي سفيان واللي كيبغي عجينة شرا مي سعدية يدخلوا عند ماما دايره انا فاتي مريم بالعربية فاتي مريم هادشي اللي كاين عندكم في اول تعليق غتلقاوهم في اول تعليق غندير لهم ايبينغلي البنات ربي يخليك والله فني كنت بنشغي وراه هبيلة هبيلة واش امي السعدية ناعسة راها ناعسة مسكينة ناعسة مسكينة مشي لد العام وهاديك الانسانة اللي حداها ضربت التمارة بزاف واكثر واكثر صحافية غزالة والله غزالة حلوة ومتواضعة بزاف شوفوا انا ما نهضرش على التواضع انا غدا نهضر على واحد الانسانه اللي اقسم بالله العلي العظيم اللي كتشوف فيها شفت في عينها كيفاش كتعامل مع امي السعديه كيفاش قالت لي شكون هي السعديه ما عرفناها قاتله روح ما عرفنا المراه منين جات لي انت دخلتيها قالت لي شوفي هو بصح شحال من واحد جا صور مع امي السعديه وما قالش لي شكون هي هاد المراه شنو هو ماضيها ديما احنا عارفين على امي السعديه غير اللي كتعاود اما هاد السيده هادي قالت لي غنبحث على امي السعديه وغادي ان شاء الله نشوفوا ناس نعم سمعتوا انا نعطيها لكم هذا عرفتي عطات شي هضره قالتها لي ضربتني بها قالت لي منين جات ما عرف حيت هذا هو المهم انه الانسان يعرف الاصل ديال هذه السيده هذه شكون هي شكون عائلتها شكون خوتها منين جات ظروفها لانه الله يستر الانسان يقدر يكون مرتكب جريمه وجا منتاح لصفه ماشي ديالو وبالتالي المسؤوليه القانونيه كتحملها هي فلذلك انا قلت لساره انه ان شاء الله غيكون واحد اللقاء اللي نحاولوا نعرفوا منه شكون هي ام السعديه اصلا ام السعديه منين جات ام السعديه لانه ما يمكنش ام السعديه جاءت من العدم اكيد عندها اسره وعندها اهل هذا ما سنبحث عنه ان شاء الله ان شاء الله لي يخطيك وخالتي شكرا بزاف على الضيافه ديالك لينا لي يخطيك كما قلت لكم البنات اطيب خلق الله وكما قلت لكم ونعاود نقولها لكم راه هاد الناس الله يعمر هذا والدار الكبيره ودار سمير هذا الدار الكبيره سمعتوني عمي عيط على سميتو هيا غادي نقولها لكم نكمل حيت عمي عيط على خالتي كاين شي مشكل عندهم هنا في الدار مشكل خايب وقع مهم وقعت شي حاجه خايبه البنات حنا جالسين توقعات شوفوا راه كما نقول لكم هاد الناس ظريفين وسامي وعاتشق وعائلتها لا فاتي لا سميه لا كلهم الله يعمر هذا ونيت هاد الناس هادو قالت لي راه مرات خويا اش قلتي لي عاتق ما خصوش لي ضرب هادي حاجه باينه سمع انا براسه ما بغيتش لي ضربني وقلت له كنقول له هذاك الانسان ما بغيتش لي الطلاق وما يضربهاش راه تشيني قلت لي ضربه راه درت فيها درت فيه عايرته قلت لي لا حمار ما يضربهاش قالت بحال هكا عرفتي غوتات ملي قلت لها شوفي شنو كاين غوتات وقالت ليهم ما عندوش الحق او بصح ما عندوش الحق انه يحط فايتي ولا يضربها اللي كاين المهم الله يصوب الخواطر بيناتهم وكاع حنا وليات وما نبغيوش الاضر بعديات وكنتمنى نشوفكم كاملين مجموعين وهذا السيد هذا من الصباح هو يشكر في من ساميه بصح نيت لا قال لي فلو ملي ما كنتش عارف الحقيقه الشيء اللي كاين ولكن كيشكر اش كتقول تنتيني ظريفه اش قال نجي شكال كتجيني ضريفه ايوا شوف الله يشوف كانت تجيني ضريفه كانت فعل كان شوف الله يجمع الخواطر اما الله يسهل كل واحد شوف ان شاء الله اقسم بالله غيجي نهار وغتجمع ان شاء الله ان شاء الله لازم عند الله مرحبا بها غتجي ان شاء الله من عند الله سبحانه وتعالى غيدير لها طريق وغادي تجمعوا وغتشوفوا عائله كبيره وغيكون ان شاء الله شي حفل اسطوري غادي يفرح به المغاربه كاملين انا ان شاء الله من الصباح وانا المهم كنقاد الخواطر لا انا ولا الاخت سميره الداودي وان شاء الله درنا ما في جهدنا وان شاء الله ما غيكون غير السخفه والله عرفتوا من الصباح وانا نطوي في الحوايج طوية ما طوية حيت رجعنا اختي بصح صلاه وسلام على رسول الله إلى الجيل جا سيدنا محمد الله معاه الجهل علي
يا اختي دار دوك الحواجب ولات على مزينات فاش بنوع جواع يعني نشوف لا الكلاصاج هذا كيتحيد دابا كيتقشر وعاد غادي ندير هذاك الغوز بيبي شوفوا الناس جبنا جزبين تبارك الله ما شاء الله دابا عاد غادي ندير الغوز دابا دارت لي هذا خاصه اخا قالت لي خاصو ضروري نديرو لك من بعد غيتحيد عاد من درت شي عند واحد السيده واعره عاد غادي ندير الغوز بيبي فهمتيني اللي غادي نقول واحد الكلمه انا لا البنات بغينا نباركوا لجميع رجوعها مع عتيق شوفوا بعدا شوفوا باش تعرفوا يا لا عليك قالت لي ماشي مشكله صاحبتي جي شاركي معايا دروينه الا كنتي قالت لي صاحبتي قالت لي كنتي صاحبتي شاركي الروينه حنا كنشاركوا معاهم الحقيقه انا اصلا الدار لقيتها مرونه جمعتها دابا شوفوا الفيديو عندي جمعتها وبقى الماريو الماريو بديت كنطوي راه يوريهم ديك الطبقه حليها لي وحليها الطبقه هذيك راه بديت كنطوي الفوق الوسيم ديالو هو ولكن المشكل جاو الدراري هما ريبوليا سمي شنو ريبوليا طبقه ريبوليا الطبقه اللي تم طاجيره دابا خاصني نعاود نسف طاجين نحطها ونعاود نسف والله ايوا المهم لاله عليك مبروك عليك الرجوع يلا تجوج اخبارك حلفي فرحانه وسعيده حتى شي وحده ما كتبغيش تشملها دي حاجه باينه ولكن منين كتضغطي لا ديروا عقلكم كتحاولي بانك كتقولي صافي غادي نبعد من داك السيد غادي نرتاح ولكن انت ما حساش بانك انت غادي تدمري داك الوليدات انا لقيت خوتي المغاربه واقفين معايا ما نكذبش عليكم ملي نصحوني هما اللي قالوا لي شنو غادي ندير بزاف منهم وقفوا معايا ما بغاونيش نشتت الشمل ديالي شكر قليل في حقهم وما ننساش الاخت ليلى اللي صراحه هي وقفت معايا اللي جمعت الشمل ديالي وما ننساش الحب ديالي ساره حتى هي اللي اش غادي نقول لكم واحد صديقه ونعمه الصديقه انا ماشي ضدها بانها مشات عند ذاك الناس بالعكس هي يمكن كنقول يمكن تكون غلطات وعاتبوها بزاف ديال الناس وعاتبت راسها هو الاول ومن بعد ماشي مشكله طلبت الاعتذار يعني ماشي طلبت اعتذار كتسمى بانها مدلوله لا منين طلبت الاعتذار كتسمى بانها بنت الناس بان والديها رباها وعرفوا شنو رباو فهمتوا برافو عليك اختي ساره انا ماشي ضد هذا الشيء ولو تمشي عند ناس اخرين وتجي عندي انايا انا بالعكس انا قلبي زوين وقلبي طيب غتبقاي الصديقه ديالي شوفوا انا هضرت من كل قلبي وواحد الحاجه نقولها لكم واحد الحاجه شهاده ديال الحق قسما بالله وانا باقا عند ساميه مازال ما مشيتش لداري ساميه لا غنمشي ساميه قالت لي هي اللي قالت لي ساره اعتذري حتى ساميه قالتها لي قالت لي انا ماشي انا اللي غلط اعتذر بلاتي اللي قلتي لي ساميه انايا انا بقات لي البنت فاش بكات قلت لها يمكن انايا غلطت ولكن انا بغيت نمشي نعتذر وخفت الصدقه ديالنا ما تبقاش قلت لك لا يعني انا يعني حد ما انت قلتي هذه الهضره بانك تمشي عندك الناس تعتذر وانا قلت لك لا انا بغيتك المضره يعني انا بغيتك المضره يعني انا ما تنسواش انا ما مزياناش لا اختي سير اختي ماشي مشكل سير تعتذري بالعكس انا واحد الانسانه غتبقاي صديقه ديالي لانني عرفتك انت بنت الناس عرفتك بنت الناس وحبيبتي وكنبغيك وظريفه وحلوه اللي ما عرفك خسرك انا داري مفتوحه لك في اي وقيته انا تعجبوني انا ما عنديش بزاف الصحابه نقول لك انا ما عنديش اصلا صحابات انا صديقتنا وحبيبتنا هي الاخت ليلى فهمتيني وثاني حاجه انت هي صاحبتي وحبيبتي انت صاحبتي وحبيبتي واختي وكنبغيك وبالعكس كتنصحيني وكنصحك ويعني ارتحيت لك بزاف فهمتيني شوفوا البنات قسما بالله هذه البنت هذه ظريفه وما نكذبش لكم هي بنت الناس وهذوك ولاد الناس راه كما نقولها لكم راه ساميه وعاتق الله يعمرها دار وحتى فاش دخلت كنت واخده فكره خايبه وخاطئه على دار شيخها عدوزتها والويساتها ولكن حتى هما الله يعمر ويلي على صوت فلا تليفون قالت لي حبسي ما تطويش الحوايج تنسالي بقاي هكا تجت امينه مسكينه ونعسات يسك الله ولكن مشينا كلينا صراحه مشينا دابا كلينا حطينا الملوي حطينا داكشي اللي قسم الله الحرشه هذاك البريواج داكشي كلشي حطيناه كلينا دابا حنا جينا انا ما تشارج على التليفون لا البنات شوفوا انا فرحانه حيت سميه لا غنمشي عرفتي شحال الساعه 10 دابا قصه صاحبتي غدا وسيري فحال والله تتجلسي انا غنمشي جيبي البيبان اجي بعدا غير دوري شوفي دوري بعدا
فاطمه راه ندير مكره انا ما جلستيش راه غنسدو البيبان وتلافتي عندنا واحد البرميل كبير عامر بالماء وصلت للصمطه البارح اش قالت لي نديرو فيه الصمطه نبداو نعطيوك هاك بالك هاك بالك داك البرميل وبقاو نعطيوك هاك بالك ها كتبغيني كنبغيك عزيزه عليا حرفي والله عرفتي البنات كتقول لي انت صاحبتي واختي عرفتي البارح اش قالوا لي ما تيهقيش كنت دايره لايف كانت حدي سمير الداودي كان طالع لي لايف في تيك توك قلت لي ثلاثه هكا لا ما يمكنش يا انا عارفك مشيتي انت مشيتي لعندنا وساره الغداره وطاقي وسميه دابا بلاتي نهضر في الواقع وهم حقهم يقولوا بحال هكاك لانهم ما فاهمينش هما شنو كاين فهمتيني وانا نهضروا في الواقع يعني ما نجيوش نعاتبوا الناس يعني شافوك معايا من بعد شافوك مع دوك الناس مشيتي لعندهم فهمتيني هو ما عارفيش بانني انا عارفه انت مشيتي لعندهم فهمتيني انا عارفه بان مشات لعندهم ني سالي مسال شو الله جيتي عندنا اجيت سولت على عاتق كيف بقى كيف بقى وداك الشيء صافي شوفي هاد الحياه ضروري كيكون فيها المشاكل فهمتيني ضروري كيكونوا فيها المشاكل يعني ربي حد ما خلقنا في هاد الدنيا هادي ماشي حنا دائما نكونوا عايشين السعاده دائما ما يمكنش صاحبتي نبكي وغنحزنوا غادي نبكيو على شي واحد مشى لينا غالي علينا مسار كما قالت خالتي قبيله مسار ماشي الجنه هذه ماشي الجنه جنه هي اللي غنعيشوا فيها دائما فرحانين فهمتي هذه دار الشقاء دار التعب واش فهمتيني والحمد لله حنا كندوزو حنا ما نعاديوش الناس صافي مصارن في الكشك حنا ما نعاديوش حنا ما نعاديوش الناس ونكونوا بخير مع نفوسنا اللهم لك الحمد اللي بغى يقول شي حاجه يقولها هذاك فمو هذاك فهمتيني هادشي اللي كاين مصارن في الكرش كيتخاصموا صراحه مثلا اي واحد عنده مشاكل والله اختي ساره والحمد لله عرفتي قبيله عرفتي قبيله سميطه على واحد الضيم وفرحنا ملي جات راجلها وبكات بزاف ما عجبهاش هادشي اللي تدوز منه واللي دازت منه قالت لي ساره هادشي انا ما عاجبنيش و يعني الصراحه قالت لي انا باغا انا نبعد من المشاكل وان شاء الله انا المتابعين ديالي غيبقاو يشوفوني غير في الحوايج الزوينه قالت لي صافي انا اي حاجه فيها المشاكل ما بقيتش غنبارطاجيها وحياتي الشخصيه غنخليها في الفيديو دابا ما عرفتش اللوحو دابا عندكم الوسي كي ما تكثرش باش بشي دغيا يلوح لك شحال كيلوح نتيا دغيا يلوح لك دابا يلوح لك بصح لوحي نصيحه دابا لوحي مونتي الرق طق ولوحي سمعتوني البنات قالت لي بقى في الحال قالت لي انا نبعد على المشاكل كامله ونخدم على راسي انا ما تنديرش المشاكل ماشي غنبعد على المشاكل بلاتي نقول لك واحد انا ما كنديرش المشاكل انا بعيده على المشاكل بزاف واحد الدرجه كبيره انا عايشه المشاكل لراسي في داري فقط فهمتي اما انا المشاكل ما كنجبدهمش انا واحد انا بغيت غير نعرف شوفي انا حد ما تنقول انا انسانه طيبه انسانه قلبي ابيض وافتخر وهز راسي الفوق حيت انا بصح انا كنشوف راسي بانني انا طيبه بزاف مع كل حاجه غنقولها لك سمي انت الله يعمرها دار خالتي الله يعمرها دار خواتاتك اطيب خلق الله عائله عاق تيق تا هما الله يعمرها دار بجوجكم عائلات زوينين وظريفين والله ولكن كيوقع عادي شي حاجه كاينه الوسط سوء تفاهم الشيطان وضحى الشيطان صراحه الشيطان ضروري كيلعب على الطرف الاخر علينا حنايا وتنقول الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق صافي بغينا نساو المشاكل بغيت ننسى اي حاجه لحقاش انا اختي هم ضاربينا مع الزمان ويلي مضاربين اختي مع الزمان مع الحوايج مع الحوايج شوفي شوفي دخلت عليك والله كنكره طويان الحوايج عرفتي وفرفت كد الحوايج هذا ما نقدرش انا نطوي عرفتي انا البنات شنو نشارك معكم طويان الحوايج ديالي غير كنطوي رقيق كيبحال سميه هي دابا قولي لي كيبحال سميه دابا نوضت قاعده طول والله تقعدي فيك الهضره غتعطيني هذيك التزاره صافي جديتي لنا البيت كله ملون هذيك التزاره وهديها العارف هاك اختي ها هاد الزاره فيها غاليه خديها ايه اللي علقات في بيتك هادو لا والله حفيت ناخذها البنات غتبقاو ديما تشوفوني نقول لكم ميني بلا اش يقولها ميني بلا حيدي لا حيدي لا هادي شناهي حيدي لا هادي شوفوا يا البنات شحال محيطقه وزوينه والله حتى غندير عليها فلوق في رمضان زعما بغيت نحداك سير الله جا ضربت تماره في رمضان فيك زعما البنات باقا جديده انا على طول والله عليك والله حتى كتشري اول رمضان درتها زعما راه حيره البنات نقول لكم واحد العاده شوف والله ضربت تماره في رمضان كنت والله حتى كتشري من الزنقه شوف وسكتي كتباتي ناعسه حبيبي علاش من الزنقه
دابا انا غنشري من الزنقه. لا ابدا ابدا الناس كنعيط لها ابل فيديو ديما كنلقى وساره بعدي ما نديتش انت خطير انت يلا تخطر. لا الناس كنعيط لها ابل كنطيب انا غنطيب بدون ما طيشو من شي جا الزنقه. شوفوا نقول لكم واحد الحاجه قسما بالله وقيله هي انت النهار اللي جاني التسمم عيطت لسميه لقيتهاش كدير قالت لي كنطيب بيضه. قلت لها علاش كطيبي؟ قالت لي عندي وحده هي اللي كاينه. قلت لها نوضي جيبي شي ساندويتش من الزنقه. قالت لي ولو نموت ما نجيبش. قلت لها علاش؟ قالت لي العاقل البنات لا كتخاف من التسمم وماكله الزنقه. انا حيت ولات كضرني المعده قالت لي ناكل هاد البيضه. انا حيت ماشي الماء حيت عتيق كان ديك الساعه خارج وعيطت لي قلت لي جيب معاك البيض جيب معاك اللي خاصنا الدار. قال لي هو انا بعيد ما يمكنش ليا قضي. صافي قضيت بداك البيضه. اه البنات وحلفات قالت لي ماكله الزنقه قالت لي واعره نصيحه البنات. وبعد مرات كنتشهوا ماكله الزنقه وما كنكذبوش تيطلع لنا الدم فينا اللي يطيب. ناري خدي ناري ناري امينه خلوا نصيب العشاء ودوري الحوايج امينه نصيب العشاء دوري دوري عطيني تدخل نعسات صافي انا غاده يلا بسلامه نعسات دوري دوري واحد دقيقه تقدر بغيتي نسلم عليها امينه نعسات امينه بسلامه غاده اه غاده قدابا غاده عايزك قدابا شوفوا نعسات كنحلم خليها وفي صراره صراحه بنت الناس ظريفه قلبها كبير حنينه كتبغي الخير للناس هذه كلمه كنقولها في حقها. صراحه برافو على الوالدين ديالك اللي رباوك هالتربيه على هذا القلب الزوين ديالك.